النيابه امرت باستدعاء المدرسه منى فوزي لسماع اقوالها في الاتهام المنسوب ليها من والد الطالبه تؤى سيد انور بانها حرقت ايدها بعد اتهامها بانها يعني ايه. طيب تعالوا نشوف نسمع البنت بتقول ايه ونرجع نتكلم في هذا الموضوع. ازيك يا طوق؟ عامله ايه؟ الحمد لله. عرفيها بنفسك بقى يا طوق. طوق سيد انور في مدرسه ايه؟ سيد فكري. اه سنه كام؟ سنه رابعه. رابعه ايه؟ رابعه اول. احكي لي اللي حصل يا طوق معاكي. مس منى فوزي انا كنت طالعه. سيد يا طوق. كنت يوم الخميس كنت طالعه على الفصل كنت بلم حاجتي لقيتها في وشي بسكوره راحت قالت لي انت بتاخدي درس بره قلت لها لا راحت قالت لي انت بتاخدي درس بره قلت لها لا قالت لي انت كدابه واسمها هي اصلا اسمها منى فوزي عبد الفتاح. منى فوزي عبد الفتاح؟ طيب وبعدين؟ راحت دخلتني الفصل راحت قفلت الفصل عليا وبعدين طلعت الكبريت وخرطوم وكمان مسكت على ايدك تاني ايد وريني ايدك كده فين دي؟ هي دي؟ بس قربت تروح هتوجعك اكتر من كده صح؟ طيب ماشي يا طارق ماشي وبعدين؟ راحت مسكت العود الكبريت راحت حرقاني فيه راحت لقيتني بعيط بتقول لي انت بتعيطي ليه؟ ورا ما كلمتهاش خالص راحت حرقتك ازاي يعني؟ مسكت العود الكبريت راحت مطفياه خالص على ايديا حرقت الكبريت في ايديكي؟ وبعدين راحت قالت لي انت بتعيطي ليه وانا ما ردتش عليها راحت مسكت الخرطوم راحت ضرباني فيه ضرباكي وقعدت تعيطي طيب دي الرواية بتاعت البنوتة اللي احنا شفناها الطالبة تؤى وبتتكلم على مدرسة ممكن طلعت لها كبريت او خرطوم من وجهة نظرها طبعا. نشوف الموضوع مع اهل تؤى. معايا دلوقتي على التليفون السيدة عبير رضا والدة تؤى. ايه اللي حصل مدام عبير؟ الموضوع وصل لكده ازاي؟ مساء الخير. اهلا بيكي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا. هي البنت جايه لي كان يوم الخميس معاها يعني كده اسبوعين. وقالت يا ماما ميس منى دخلتني الفصل وقالت لي انت بتاخدي درس بره انا عرفت انك بتاخدي درس بره فقلت لها لا والله قالت لها لا انا عرفت من زمايلك فقالت لها لا والله مش راحت بتقولي راحت مدخلاني الفصل تاني وراحت طلعت الكبريت من شنطتها وراحت مطفيه في ايديا ولما لقيتني عيطت راحت مطلعه الخرطوم وراحت ضرباني 3 مرات بيه فقلت لها طب يا طارق طب انت ما قلتيش لحد ليه؟ قالت لي يا ماما نازله عشان اقول للمديره راحت واقفه قدامي وبرقت لي جامد. البنت طبعا خافت طفله صغيره 10 سنين يعني عيله برضه صغيره. فراحت واخده بعضها راحت ماشيه. فلما جت قالت لي قلت لوالدها راح قال لي خلاص نمشي قانوني ونشوف يعني نعمل محضر ونشوف في ايه بالظبط. وبعدين المهم رحنا المدرسه وقلنا لهم فالميت حكايه وميت روايه تعمل في المدرسه مره المديره تاخدها وتقول لها قولي ان زميلك هو اللي ولع في ايديكي والاولاد كلهم شاهدين قالت لها لا ده ميس منى اللي حرقاني مره ثاني قالت لها لا ده احنا طلعنا كبريت من شنطتي البنت برضه وقفت قدامها قالت لها لا بعد كده راحت قالت لها لا ده انت احنا عرفنا ان في مرجيحه انت كنت بتتمرجحي فيها في المدرسه حديده كده وعندنا 4 اولاد اتحرقوا نفس الحرق قالت لها لا يعني قصه لما انت اتحرق في ايديا من حديده الحديده هتحرقني من عند عقلة الصباع من فوق مش في النص دي ميس منى اللي حرقاني قالت لها يا ميس طب انا عايزه حضرتك تقولي لميس منى تواجهني مرجوش اداره المدرسه مرضي. يعني مرجحه ولا زميلها ولا هي اللي حرقت نفسها ولا هو اللي الكبريت هو اللي ولع نفسه ونط جوه ايديها أيوة يعني ايه أيوة ايه التشويش ده كله مش فاهم هي كل شويه تطلع لنا بقصه لا ده مره زميلها
مره لا احنا طلعنا الكبيت من شنطتها، مره لا دي كانت بتتمرجح. قلت لها لا، البنت كل مره بتقف قدامها تقول لها لا ميس منى هي اللي حرقاني. طب يعني انتوا دلوقتي بنتكم بتقول لكم ان الميس هي اللي حرقتها، المدرسه ما ابدتش اي تعاون وقالت لكم حاولوا تمشوا؟ لا بالعكس يا استاذ معتز، بل انا بنتي الحمد لله بنتي شاطره جدا جدا من غير دروس، يعني انا بقعد اتحايل عليها تاخد دروس تقول لي ماما انا مش محتاجه. بتاع المدرسه ده في المدرسه دلوقتي كل ما اكلم مدرس يقول لي اصل بنتي بتتخيل. يعني ايه بتتخيل؟ يعني ايه بتتخيل؟ بتتخيل ان ايديها محروقه؟ طب الحرق اللي في ايديها دوت؟ ما هو انت عارفه يا مدام عبير، ايوه الامور اللي زي كده لو فضلنا سايبينها احنا نقول وهم يقولوا وبعدين يرجعوا أيوة. هم يقولوا واحنا نقول، مفيش حاجة هتنتهي، لازم يبقى في تحقيق في الموضوع ولا ايه؟ ما انا رحنا وعملنا محضر، ورحنا وعملنا محضر، إدارة المدرسة اتصلوا بينا عايزين حضرتك تتنازل وتتنازلي، وزوج المدرسة برضه اتصل كذا مرة عايزين تتنازلي، قلنا خلاص نتنازل. رحنا الإدارة للأسف لقينا معاملة، يعني معاملة من المدرسة نفسها اللي هي بتبص لنا ايه، انا مش عارفه اجيبها لحضرتك ازاي، بتبص لنا بص تعالي بص تعالي. راح والدها قال لي لا، احنا خلينا في اجراءاتنا ماشيين. بس للاسف دلوقتي يا استاذ معتز كل مدرسين المدرسه، مش المدرسه دي بس، المدرسين كلهم بيبصوا في اعمال السنه، بيتاجروا في اعمال السنه. للاسف المدرس بقى يبيع العلم. ما نقدرش، مع احترامي للكلام ده مدام عبير، ما اقدرش اعمم، يعني المدرسين المصريين محترمين وزي الفل، وصعب ان انا اقول اوجه تهمه عامه للمدرس المصري والا تبقى سبه في جبين كل مصري، يعني مش انا، منظومه التعليم والحكومه وانا وانت وكلنا، مش كل المدرسين بيتاجروا، مش قادر اتقبل هذا. لا معلش يا استاذ معتز، لو حضرتك سالت اكثريه اولياء الامور هيقول لك نفس الكلام. طب خلينا متعذبين باعمال السنه، كل مدرس بيتكلم بدفتر اعمال السنه. طيب خلينا ايه نركز بس في الموضوع، ولو هنتكلم على يعني نقول ايه منظومه التعليم ما هنتكلم عليها، بس السلوكيات المدرس واعمال السنه والتفاصيل دي كلها طبعا نفرد لها مساحات تانية في حلقات تانية. الاجراء اللي اتاخد وانتوا بتبعتوا بنتكم المدرسه ولا قاعدينها في البيت ولا ايه؟ لا انا ببعتها، انا بروح، وللاسف انا بفضل قاعده قدام باب المدرسه خايف عليها برضو، مش هقول لك انا مديها الامان الكامل، لان للاسف اداره المدرسه مش مطمناني، لان كل يوم بكلمه. يعني خايف عليها يحصل ايه يعني؟ ما انا دلوقتي انا موديه بنتي، كنت مطمئنه عليها، بنتي طالعه محروقه من عندكم، وكل يوم روايه بتسالني. والمدرسه فين؟ المدرسه لغايه دلوقتي موجوده وبتحضر عادي. بتحضر موجوده، بس أيوة. انت مقدمه بلاغ، والبلاغ يعني الاجراءات في النيابة. الاجراءات ماشيه يعني لغايه دلوقتي؟ الاجراءات ماشيه ومش هتنازل لان ده حق بنتي. وهم لسه بيطلبوا منك تتنازلي ولا خلاص؟ ايوه لا ده على طول. تمام، ومش هتتنازلي لانك انت مش عايزه تتنازلي عن حق البنت. احنا كنا هنروحين نتنازل، بس بقول لحضرتك احنا لقينا المدرسه نفسها يا فندم نظراتها كده مش متعرفش يعني في ايه، زي البنت بتقول لها انا مش هقدر اخد عشان والدي تعبان. احنا كنا اصلا، انا كنت البنات كانوا في مدرسه خاصه، بس والدهم تعب من 3 سنين فرحت محولين الحكومه، بس للاسف لقيت نفسي بحط في الحكومه قاعد اكثر من خط. طيب معايا مصدر دلوقتي لازم اتواصل معاه عشان نقف على تطورات هذا الموضوع من وجهه نظر مصدر رسمي، وهو وكيل وزاره التربيه والتعليم في الجيزه الاستاذ محمد عبد الهادي. اهلا بيك استاذ محمد، مساء الخير. انا معتز بيه، ازيك؟ الحمد لله تمام. ندخل في الموضوع على طول، تعقيبك ايه على الاتهامات الموجهه لمدرسه موجوده في احد المدارس التابعه لمديريه التعليم؟ لا انا ما سمعتش، لان ما كنتش مع حضرتك. انت مش متابع،
طيب لا انا لسه راجع من المحافظه، كنت معتزل محافظه مواضيع فلسه راجع حالا. لا الف حمد لله على السلامه، الف حمد لله على السلامه، مفيش مشكله. ولا حاجه، في 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 بنت صغيره عندها 10 سنين بتشتكي هي واهلها من انها المدرسه حرقتها في ايدها وطلعت لها كبريت وخرطوم، واداره المدرسه بتحاول تمارس ضغوط على حسب روايه الاسره على اهل البنت عشان يتنازلوا عن المحضر في النيابه. تعقيب حضرتك ايه يا فندم؟ لا طبعا انا لا اقبل ذلك، وحضرتك تقولي بكره على طول للمديريه. بس هي المشكله ان حضرتك بينشأوا، ان حضرتك قبل ما ينشأوا لي ما جبتناش شكوى ولا راحوا الاداره، تمام؟ فحضرتك تقولي انا بكره شخصيا على الساعه 10:30 حتى ما يكتبوا الطلب، وانا هنزل المدرسه بنفسي انا شخصيا. انا طب لسه مستلم اول امبارح، لكن انا ان شاء الله انا اللي هنزل المدرسه. طب خليك معايا يا استاذ محمد عبد الهادي، بنشكرك طبعا على الروح الايجابيه بتاعتك. لا ده اولادنا، ده اولادنا طبعا. ما انا عارف اكيد. المدام عبير مع حضرتك. نعم. والد التقى. أيوة. معاكي وكيل وزاره التربيه والتعليم بالجيزه الاستاذ محمد عبد الهادي. لو سمحتي. أيوة. لو سمحتي تتواصلي معاه وتقولي له ايه المطلوب. المطلوب دلوقتي انا خايفه على. الو. ايوه مدام عبير. انا تحت امرك. ازاي حضرتك عامل ايه؟ على الساعه 10:30. هي مدرسه ايه يا مدام عبير؟ مدرسه سيار فكري في امبابه. مدرسه شريط سيار فكري في امبابه؟ ايوه ايوه. طب وفي حاجه ثانيه يا استاذ محمد ده. ايوه. انا المدرسه انا شايفاها يوم. تعالوا نسمع بعض، اسمعها يا استاذ محمد بعد اذنك. ايوه استاذ محمد. المدرسة يوم ما بنتي اتحرقت انا شايفاها ومعايا اولياء امور تانية شايفينها، ادارة المدرسة مطلعة لها انها غابت يوميها، واولادها كانوا حاضرين في المدرسة يقولوا لك لا هي ما جاتش، طلعوا لها ورق انها كانت غايبة وهي داخلة قدامي. معتز بيها انا مش سامع صوت كويس خالص. طيب يعني. نعم. يعني طيب يعني حضرتك ماشي، بدل ما نقعد ما نسمعش بعض، حضرتك منتظر أسرة البنت في المكتب، تمام؟ فين؟ في مكتب حضرتك؟ وأنا بعد بكرة الصبح هكون أنا بنفسي في المدرسة مع أهلي. ممكن نبعت كاميرا مع حضرتك؟ نعم يا فندم. ممكن نبعت كاميرا البرنامج تتابع؟ أنا تحت أمر. خلاص؟ تحت أمر. خلاص يوم الاثنين هنبقى معاك إن شاء الله ونتابع هذا التطور، يعني لو حصل فيه أي جديد. ماشي يا فندم. شكراً. شكرا استاذ محمد عبد الهادي. بعد اذنك مدام عبير، حضرتك تكوني في المدرسه انت والبنوته، انت وتقى. وفي معلومه احب اقولها لك، ان النيابه الاداريه صرحت لبرنامج 90 دقيقه واحنا على الهواء مباشره انها ستشرع في التحقيقات للوقوف على يعني ملابسات ملف بنت حضرتك مع المدرسه في هذه المدرسه بامبابه بالجيزه. حاجه يا استاذ معتز، معلش اتفضلي. معلش يا استاذ، اصل الاداره دلوقتي بتقول انها ما جاتش وهي داخله قدامي وقدام اولياء امور ثانيه وقدام اختها وعيالها كانوا موجودين في المدرسه، يقول لك لا هي ما جاتش وعيالها ما جاتش. لا انا عندي يعني في ناس سجلوا معايا في تليفوني قالوا لي لا هي جت واحنا شايفينها، اداره المدرسه عملتها غياب يوميها. معلش بصي، دلوقتي في ناس على اعلى مستوى تدخلوا اهم، الراجل وكيل وزاره، الراجل وكيل وزاره، المساله طرحت في الاعلام، النيابه الاداريه صرحت بانها ستبدا التحقيق استجابه للمحتوى اللي احنا عرضناه واحنا على الهواء مباشره. كلمونا على طول دلوقتي. اعتقد انك هتاخدي حقك يعني ان شاء الله، زي ما اي مواطن في الدنيا لازم ياخد حقه، ولازم يعني ايه تبقي مطمنه على بنتك وهي في المدرسه. ما ينفعش ان اولادنا نبعتهم المدارس ويحصل فيهم حاجات تخلينا قاعدين قلقانين وتخلينا قاعدين مستنيين بره لاحسن يحصل اي شيء. على كل حال لغايه دلوقتي مش هقدر اجزم انا شخصيا بايه اللي حصل تحديدا، ومش هقدر ان انا اصدق اي طرف على حساب الطرف الاخر لغايه لما التحقيق ينتهي. مش عايزين مصر تبقى دوله قانون ودوله مؤسسات نستنى لما التحقيقات تنتهي وكل الاطراف تدلي بدلوها ويجي لي بعد كده الخبر المدقق واقول بالظبط مين اللي غلطان. مع تحياتي واحترامي للكل. شكرا للاستاذ محمد عبد الهادي، وشكرا لوالد التقى مدام عبير
رضا، وشكرا للنيابه الاداريه اكيد اللي استجابت للبرنامج على الهواء مباشره.